السلام عليكم ورحمة الله. بعد تطرقنا لمعامل التناسب وللرابع المتناسب، سوف نتعرف الآن في هذه الحصة على الصيغة الخطية والتناسبية. إذا هذا الجزء متعلق بالصيغة الخطية والتناسبية. إذن ثالثا كبيرة، معامل التناسب والصيغة نحن نمر الآن إلى هذا الجزء. إذن الخاصية في هذا الجزء تقول: إذا كانت لدينا كميتين متناسبتين كما استطرقنا في تعريف التناسب، قلنا أن هاتين الكميتين المتناسبتين نقول أنهما متناسبتين إذا كان الحصول على قيم أحدهما يكون بضرب قيم الأخرى في عدد غير منعدم. هذا العدد هو عبارة عن عدد معلوم. نعم، إذا سمينا القيمة الأولى هي X وسمينا القيمة الثانية هي Y، قيمة أولى X والثانية Y، وقلنا أن هاتين الكميتين هما كميتين متناسبتين. إذن عندما أقول أنهما كميتين متناسبتين فإنه يوجد معامل تناسب. إذن هذا العدد الذي يسمى معامل تناسب، نسميه عدد حقيقي مثلا A، يسمى بعدد جذري A غير منعدم، حيث Y يساوي A ضارب X، Y يساوي A ضارب X، بحيث A هو معامل التناسب، بحيث A هو معامل التناسب، يعني تناسب أو تناسب Y و X، الكميتين Y و X هاته المتساوية. Y تساوي AX تسمى في صيغة خطية. هذه العلاقة تسمى بالصيغة الخطية أو بصيغة خطية. إذن كما قلنا، ليكن X و Y كميتين متناسبتين و A عدد جذري غير منعدم، حيث الكتابة Y تساوي A في X. هذه الكتابة سميناها بالصيغة الخطية. إذن نسمي هذا الجزء بخاصية. سوف نتطرق إلى مثال للتعرف أكثر على الصيغة الخطية. نعم، نأخذ مثلا مربع طول أحد أضلاعه، نأخذ مربع طول أحد أضلاعه مثلا X، ومحيطه بي. نأخذ مثلا كشكل تقريبي لهذا المربع، طول أحد أضلاعه هو إكس. إذا محيط المربع كما نعلم هو مجموع أطوال أضلاعه. إذا هو إكس زائد إكس زائد إكس زائد إكس، أي أن بي يساوي 4 ضارب X. فنقول الآن أن النسبتين أو الكميتين P و X هما كميتين متناسبتين، أن المحيط وطول الضلع كميتين متناسبتين، والعدد 4 هو معامل التناسب.